موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة 10 أشخاص بينهم طفلة إثر 3 حوادث سير في ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال الساعات 24 الماضية وفق الدفاع المدني السوري. الإدارة الذاتية التابعة لقسد تفصل نحو 22 معلما من مدارس الرقة لرفضهم الالتحاق بدورات عسكرية. خروج قافلة تضم نحو 153 عائلة عراقية من مخيم الهول شرق الحسكة إلى مخيم جدعة في محافظة نينوى شمالي العراق. الخارجية الفرنسية تقول إن باريس في حالة استنفار كامل لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا وتملك وثائق حول تورط نظام الأسد في مجزرة التضامن بريف دمشق. وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين يتهم جهات دولية بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأهداف سياسية، مطالبا بالفصل بين الشقين الإنساني والسياسي في ملف اللاجئين. وزير الداخلية التركي سليمان سويلو يقول إن بلاده لم ولن تترك الشعب السوري الذي يعاني تحت وطأة الظلم من نظام الأسد وحزب الاتحاد الديمقراطي، وأن تركيا تحمي صداقتها وجيرتها وإنسانيتها.